الهجرة كان عندها حقل كتير إيجابي تتوصل فكرة كتير حلوة عن لبنان للي ما بيعرفوا. ألف تحية وألف كل الاحترام لكل حدا عنده ثقافة العودة. كرخة هي لبنان وهي حالة اللبنانية على أمل يعملوا نجاح ويرجعوا بلبنان. فيلم وثائقي بامتياز معمول بحب هالفيلم والإخراج والتصوير فيه مثل حنان جانب عاطفي حلو كتير. كلام كان كتير تاتشينج، تصوير رائع. منروح لنعطي أحسن شيء عنا اللي هو منقول يا ريت فينا نعمله هون ببلدنا وابني يكون حدي وأنا أنبسط فيه مثل ما هو عم بيعطي برا يعطي حدي وأنا أكون مبسوطة كمان. هيدا حلمنا، نحن عم نحلم عنهم يجوا على لبنان ليعملوا لبنان كرخة. لما بيجوا أولادنا منقول لهم طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. بتمنى الجان هن يحضروا ليضل عندهم هيدا الشعور اللي نحن منحس فيه. وانا بتمنى على كل انه يضلوا يفيقوا ولادهم انه في وطن الام حتى يرجعوا عليه، لانه بلدنا يستاهل كل شيء حلو. موفي ما كنت متوقع قد ياثر فيه، يعني حسيت حالي انا معني عم بتعلم منه كمان لكارثه، بجرب اعمل على نسقه شيء لكوميونتي الباترون. عن جد عم بحكي لانه بمحل معين صوب الاخر صادني لانه اي ريليتد بهالشيء. بدنا فيلم ثاني يعطينا امل انه الاولاد يرجعوا. هذا الفيلم خليني احس how proud I am being Lebanese. لبنان اللي هو املنا يكون كرخه هو احلى بلد بالعالم.